GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا وياكم بحلقة جديدة، وهاي حلقتنا نكمل وياكم ضمن السلسلة الخاصة بالهيموستيسيس. شرحنا وياكم كيف يصير عندنا الكواجليشن كاسكيد بالحلقة السابقة، وشرحنا شلون كلوتينج فاكتور، شلون يصير بعده اكتيفيشن. هنا موضوعنا راح يكون شلون يبدي يصير عندنا كلوتينج ريتراكشن، اي ريبير، كيف انه راح يصير عندنا ريبير للانديثيليوم داخل الاوعية الدموية. فضروري جدا نعرف هاي الخطوات. اول شيء احب اذكركم هنا عندنا الخطوه الرابعه هي كلوتينج ريتراكشن اند ريبير. من التسميه مالتها تتم على ثلاث نقاط اساسيه. اول شيء عندنا بليتلت كونتراكشن. شنو المقصود بالبليتلت كونتراكشن؟ تخيلوا بانه انا البليتلت، تمام، بعد ما قلنا الفولربل فاكتور وارتبط بالبليتلت عن جروث فاكتور جلايكوبروتين 1 بي، وارتبط ومثل ما قلنا الارتباطات اللي موجوده، فعندما ارتبط هنا بالكولاجين، طبعا هنا عندنا كولاجين، هنا تخيلوا انا البليتلت راح ابدي اسحب شنو الاندوثيليوم اللي موجود هنا داخل الاوعيه الدمويه، واسحب منه ومنه، فهنا راح يبدي يصير عندنا بليتلت كونتراكشن، يحاول حتى يعمل ريبير، حتى يبدي شنو يسد الفتحه اللي صارت، الجرح اللي موجود. فهنا النقطه الاساسيه راح شنو يبدي يصير عندنا بليتلت كونتراكشن، هاي اوريدي شرحناها. نجي النقطه الثانيه، النقطه الثانيه بي دي جي اف، يعني شنو معناها بليتلت درايفنج جروثنج فاكتور. من التسميه بليتلت درايفنج، اول شيء راح تنفرز عن طريق شنو الاندوثيليوم، وهاي راح تروح للتيشو مايتوسيس. يعني شنو المقصود بها؟ هنا البليتلت درايف جروثين فاكتور راح تروح لمن؟ للسموث مصل. فاذا اي مشاكل اللي موجود بها راح تعمل لها ريبير. اذا عندك مشاكل بالكونكتيف تيشو بالكولاجين فهي راح تعمل ريبير لها من التسميه مالتها. اذا عندنا البليتلت كونتراكشن وعندك بليتلت درايف جروثين فاكتور اللي من خلاله ايش راح تسوي؟ راح تعمل ريبير للكونكتيف تيشو، راح تعمل ريبير للسموث مصل والكولاجين والى اخره. ايضا هنا عندنا فيزيكولار اندوثيليوم جروثينج فاكتور، المقصود بها انه هنا اللي طبعا هي كلها تفرز الاندوثيليوم سيل، فبالتالي هنا ايش راح تبدي الفيزيكولار اندوثيليوم جروثينج فاكتور راح تحاول تعمل ريبير نهائي لمن؟ للاندوثيليوم والسب اندوثيليوم اللي موجوده، تعمل ريبير نهائي وتسد الفتحه والجرح اللي صار. هاي النقاط الاساسيه الخاصه بالكلوتينج ريتراكشن اند ريبير، اتمنى يكون كل شيء واضح لكم. نجي للنقطه الخامسه اللي هي تشرح الفايبرونولايسيس. شنو المقصود بالفايبرونولايسيس؟ الفايبرونولايسيس بعد ما شنو تم صار عندنا الريبير وكمل عندنا اوريدي، فهنا لازم شنو يبقى عندنا كلوت. احنا ما نريد هذا الكلوت، طبعا بعض الاحيان يصير الكلوت عالي ايضا يسبب عندك اوبستراكشن للفازلز، واحنا ما نريد هذا الكلام. فبالتالي هنا راح يبدي يفعل لنا انزيم اللي هو تيشيو بلازمين اكتيفيشن. تيشيو بلازمين اكتيفيشن هنا راح يقوم بتفعيل البلازمينوجين الى البلازمين. دكتور شنو فائده هذا الشيء؟ خلينا نتخيل انا وياكم، نتخيل انا وياكم بانه البلازمين يعني عباره عن وحش اصغر، يعني هنا يبدي هذا شنو وظيفته؟ وظيفته ياكل الفايبرين، يبدي ياكل الفايبرين. فهنا يبدي يرجع ياكل هاي الكلوتينج اللي صار، الفايبرين القوي اللي موجود هنا. فوظيفة البلازمين يبدي ياكل قلنا من الفايبرين، فبالتالي هنا ايش راح يجينا؟ راح يكون عندنا الفايبرينوجين، راح يتكون عندنا هاي شنو الصفائح اللي موجوده اوريدي هنا، وراح يتكون عندنا ايضا الدي دايمر. اعتقد العديد من الطلاب، عديد من عندكم سمعوا بالدي دايمر. الدي دايمر هو احد الماركر المهمه المسؤوله على كلوتينج فاكتور اذا صار عندنا. اذا هي هنا معناها اذا عندنا مشاكل عاليه، اي ان مشاكل عاليه بالفايبرين، اذا هو يعتبر احد الماركر الرئيسيه
اللي شنو اذا عندنا مشاكل او عندنا شنو ارتفاع عالي في الفايبرين، لانه هاي النوع من الكلوت ما نقدر راح تروح لمن بالدوره الدمويه، راح تروح الى شنو للرئه، فبالتالي هنا راح يسبب لنا بولمونري امبولزم، واحنا ما نريد هاي تكون يعني تحصل. فبالتالي ضروري جدا نعرف شنو الدايمر ومنين متكوننا. اذا هاي انكم تربطون اذا تسمعون بالدي دايمر، الدي دايمر المقصود انه ارتفاع عالي بالفايبرين، وهنا عندنا راح ايضا الفايبرينوجين راح يكون موجود وين بالدم وهو اوريدي موجود، وهنا راح عن طريق الاكتيفيشن اللي صار موجود البلازمين اللي راح يبدي ياكل هذا، فراح تبدي شنو تبدي تنوكل هاي تبدي راح تنوكل حتى شنو يصبح الربير عادي الموجود هنا بالانسان الطبيعي. وقلنا اذا نسبه الدي دايمر راح تكون عاليه اي ان الفايبرين نسبه عاليه وتكون طبعا، ولكن ما راح نعرف ما راح يكون موجود، فبالتالي احد الماركر الرئيسيه. وصلنا وياكم نهايه حلقتنا الخاصه بالهيموستاسيس. اذا عندكم اي اسئله او استفسارات تقدرون ترسلونا عبر الصفحه. كان معكم اخوكم الدكتور كرام مهدي من فريق الجي اس ام ميديكال ادكيشن، واكيد راح نشوفكم بحلقه مقبله. تحياتي لكم.